السلام عليكم طلاب الصف الثالث المتوسط. ننتقل إلى موضوع آخر من طرق حل المعادلات البيانية. طريقتنا لهذا اليوم هي طريقة الحذف. في هذه الطريقة نحذف أحد المتغيرات، إما المتغير X أو المتغير Y، بعد مساواة المعاملات العددية لهما مع المعادلة الأولى والمعادلة الثانية بأقل عدد من العمليات الرياضية. فكرة هنا راح أوضحها حسب الأمثلة. المثال الأول، صيغة السؤال في الوزاري: جد مجموعة حل النظام في R ويحدد لنا بطريقة الحذف، يعني درسنا لهذا اليوم. المعادلات بيناتهن فارزة، على الطالب أن يختار أيهما أولى أيهما ثانية. الكل صحيح، أي الخطوة الأولى هي ترقيم المعادلات وترتيبها، ترقيم زائدا ترتيب. الطالب ما راح يشعر في المثال الأول لأن المعادلات مرتبة، أما في المثال الثالث راح يشعر بقيمة الموضوع. حل المثال الأول، الحل السؤال أرقم المعادلات. المعادلة الأولى X زائدا 2Y تساوي لنا 5، هذه هي المعادلة رقم 1. المعادلة الثانية وحسب الترتيب 3x ناقصا y يساوي لنا 1، هذه هي المعادلة الثانية. خط بيناتهم فاصل بهذا الشكل. في هذه اللحظة الطالب عليه يراقب الآتي: أولا معامل x في الأولى ما مكتوب يمثل عندنا 1، معامل X في المعادلة الثانية هو 3. لمساواة المعاملات العددية نضرب المعادلة الأولى في 3 تتساوي عندنا المتغير X في الأولى والثانية. ثانيا نحتاج إلى عملية تغيير الإشارات، لأن الإشارات موجبة، فهناك عملية رياضية عملية ضرب زائدا تغيير الإشارات. إذا انتقلنا للمتغير Y، المتغير Y معامله في الأولى موجب 2، معامله في الثانية سالب 1 مع الإشارة. إذا ضربنا المعادلة الثانية في 2 المعاملات للمتغير Y تكون متساوية، موجب 2 هنا عندنا وهنا عندنا سالب 2، والإشارات مرة موجبة ومرة سالبة، وراح يكون هنا الحذف بطريقة أسهل، أي بعملية رياضية واحدة. نطبق هذا الكلام بالشكل التالي: المعادلة الأولى تبقى على حالها، راح يصير عندنا X، يستطيع الطالب يكتب المعامل العددي أفضل، زائد 2Y يساوي لنا 5، وهي المعادلة الثانية نضربها في 2، الطالب يقدر يختصرها بهذه الصورة في 2، كلش كافي بالوزاري يعبر عنها بهذه الطريقة. نضرب المعادلة الثانية جميع أطرافها، الطرف الأيمن والطرف الأيسر في 2، تصبح المعادلة بهذا الشكل: 2 في 3x صار عندنا 6x، 2 في سالب 1 سالب 2y، 2 في 1 2. بعد ما نحتاج عملية الترقيم، بعدها عملية حذف، نحذف المتغير y، مرة موجب ومرة سالب، بعدها جمع جبري للحدود المتبقية، راح يكون الناتج بهذه الصورة: 1x زائد 6x يصير 7x، هنا صار عندنا صفر ما نحتاجه، الناتج يساوي 5 زائد 2 7. نقسم على معامل x، هنا بما أن الأرقام متساوية حتى الطالب يكون عندنا بهذه الفكرة، نقسم على معامل x. متى يتم عملية التقسيم؟ إذا كان أكبر من الواحد أو يحمل إشارة سالبة، وبهالحالة نحصل الـ X تساوي 7/7، الطرف الثاني على المعامل العددي، راح أنت نحصل أن الـ X يساوي لنا 1، أي هناك اختصار بين البسط والمقام. بعد الحصول على قيمة X نعوضها إما في المعادلة الأولى أو في المعادلة الثانية، وأيهما أسهل. المعادلة الأولى لاحظ ما موجود عمليات ضرب، 1x
تعويض مباشر. راح تصير العملية بهذا الشكل، نعوض قيمة X، نعوض قيمة X في المعادلة الأولى. راح يصير عندنا واحد بدل حرف X، لاحظ ما نحتاج نقول واحد في واحد، زائد اثنين واي، زائد اثنين واي، الناتج يساوي لنا خمسة. نحصل على معادلة من الدرجة الأولى، نحصل بعد عملية الحذف وتبسيط الناتج وعملية التعويض معادلة من الدرجة الأولى. نجعل الأعداد في طرف والمتغيرات في الطرف الآخر، ننقل هذا العدد الواحد إلى الطرف الثاني بهذا الشكل. راح نحصل 2y تساوي لنا 5 ناقصا 1. العدد اللي انقله للطرف الثاني تتغير اشارته عكس ما هي موجوده. بعدها ايضا جمع جبري للحدود المتشابهه، 2y تنزل، وهنا صار مقصود بالجمع الجبري لحظه عمليه الطرح 4، 5 ناقصا 1. بعدها نقسم على معامل y نفس الفكره السابقه، الخطوات أكثر مكررة، لاحظ. ومنعتها نحصل y تساوي 4 على 2. المعامل 2 نقسم الطرف الثاني على المعامل. اختصار بين البسط والمقام. منعتها أحصل y تساوي 2. بعد الحصول على قيم x و y نكتب مجموعة الحل بهذا الشكل. مجموعة الحل حرف s تساوي قوس المجموعة، جد مجموعة، كلمة حل هنا على شكل زوج مرتب، الاكس قبل الواي من شروط السؤال تكون هنا الاكس قبل الواي حتى تكون بشكل نقطة صحيحة، عملية نظام. فهنا قيمة الاكس واحد بارزة اثنين. بعدها يقدر الطالب يتأكد أن يعوض قيم الاكس والواي في المعادلة الأولى ويحصل الناتج هو 5، ويعوض في المعادلة الثانية ويحصل العدد 1. هذا يسمى تحقيق للسؤال، بالكتاب موجود أصلا. المدارس هنا ما يتنبهون الطالب على عملية التحقيق، وأن العملية روتينية، بهالحالة الطالب يحل السؤال وبعدين ما يتأكد من الناتج. راح نعوض بهذا الشكل، ليفت هاند سايد تحقيق، في الطرف الأيسر LHS، لاحظ. وهذا الكلام موجود وين؟ بالصف الثالث المتوسط وبالرموز باللغة الإنجليزية، والطالب عندنا بالصف الخامس والسادس يكتب الطرف الأيسر باللغة العربية ويكتب الجواب باللغة الإنجليزية. يعني كل الملاحظات ما أخذ الطالب مرة عليها. راح نعوض في المعادلة الأولى عن قيمة الـ X بواحد والواي باثنين، راح الطرف الأيسر صار عندنا واحد زائد اثنين في اثنين، فقط الطرف الأيسر حتى يطلع الناتج، ويساوي الناتج واحد زائدا أربعة، ويساوي الناتج خمسة، ويساوي لنا رايت هاند سايد. هذا التحقيق. أكثر المدارس ما يطلبون من الطلاب، ولا حتى مرت بالامتحانات ما يسأل الطالب ثم حقق الناتج. الطالب راح يحل السؤال وبعدين يتأكد الناتج صح لو لا، مو مشكلة. هاي الفكرة الأولى. واحد يقول عوضنا في المعادلة الثانية، خلينا نشوف الناتج يطلع صحيح أيضا. نفس الفكرة هنا باللون الآخر أكتبها بهذا الشكل، تعويض آخر في الطرف الثاني من المعادلة الثانية. راح يصير عندنا 3 في 1 LHS، 3 في 1 في قيمة الـ X ناقصا قيمة الـ Y اللي حصلت عليها 2. الناتج راح يصير عندنا 3 ناقصا 2، طلع الناتج واحد. أراقب الحل صحيح واحد، ويساوي لنا رايت هاند سايد. إذن الحل معنا صحيح بعد التأكد من صحة الحل. الخطوات اللي طبقناها في هذا الطريقة أكتبها هناك بالجانب وأرجع أوضحها كما هي. أولا خطوات الحل، خطوات الحل، الخطوة الأولى بدون ترقيم حتى الطالب يقدم آخر، نحذف أحد المتغيرات X أو Y بعد مساواة
معاملاتهما العددية، معاملاتهما العددية بالضرب أو القسمة، اثنينها صحيحات، من أسهل القواعد كاملة أكتبها، وبأقل عدد من العمليات الرياضية. ملاحظة على النقطة الأولى، ملاحظة بأقل عدد من العمليات الرياضية، العمليات التي مقصود بها عمليات الضرب، عمليات الرياضية. الخطوة الثانية في الحل، اثنين من هنا نحذف بعد مساواة معاملاتهم العددية، الحذف يكون أحدهما موجب والآخر سالب، شرط هذا تتم عملية الحذف، أحدهما موجب والآخر سالب. بعدها نحصل على معادلة من الدرجة الأولى ذات متغير واحد، ومنها نجد قيمة ذلك المتغير. نعوض قيمة المتغير في المعادلة الأخرى، في المعادلة الأخرى للحصول على المتغير الثاني، للحصول على المتغير الثاني، وبنفس الخطوات السابقة، وبنفس الخطوات أعلى. المقصود بالخطوات نجعل الأعداد في طرف والمتغيرات في طرف، ونقسم على المعامل العددي. بعدها تكتب مجموعة الحل، أو نكتب مجموعة الحل بشكل زوج مرتب داخل مجموعة كالآتي أو كالتالي: S تساوي قوس المجموعة وقوس الزوج مرتب على أن تكون الإكس قبل الواي. نعيد المثال بصورة سريعة حسب الخطوات اللي أشرنا إليها بهذا الترتيب. الخطوة الأولى هو ترقيم المعادلات، المعادلة الأولى، المعادلة الثانية. لحذف المتغير إكس يجب أن نضرب المعادلة الأولى في 3، ثم نجري عملية الطرح، تغيير الإشارات. إذا انتقلنا للمتغير واي، المعاملات غير متساوية، نضرب المعادلة الثانية في 2، الإشارات أحدهما موجب الآخر سالب، نستطيع الحذف بعملية ضرب مفردة. بعد عملية الحذف جمع جبري للحدود المتشابهة لكل طرف، إذا كان لدينا طرفين بهذا الشكل، نحصل 7x تساوي 7. نقسم على المعامل العددي إذا كان أكبر من الواحد أو يحمل إشارة سالبة أي أصغر. بعد الحصول على قيمة x نعوضها في أي من المعادلتين الأولى أو الثانية، الجواب الصحيح. وبنفس الطريقة نجعل الأعداد في طرف والمتغيرات في الطرف الآخر، ونجد المتغير الثاني. مجموعة الحل تكتب بشكل زوج مرتب داخل قوس المجموعة على أن يكون المتغير X أولا ثم المتغير Y ثانيا. هذا هو المثال الأول. انتقل للمثال رقم 2. المثال الثاني، ترقيم المعادلات. أولا المعادلة الأولى هي 3x ناقصا 4y يساوي لنا 12. المعادلة الثانية 5x زائدا 2y يساوي لنا سالب 6، هي المعادلة رقم 2.
نفس الفكرة السابقة، إذا أردنا أن نحذف المتغير X، المعاملات غير متساوية، تجرى عمليتي ضرب، نضرب المعادلة الأولى في 5 والمعادلة الثانية في 3، ثم نغير الإشارات، أي هناك عمليتي ضرب زائدا تغيير الإشارات. إذا انتقلنا للمتغير Y، هنا عندنا سالب 4، هنا عندنا موجب 2، نحتاج عملية ضرب في 2 للمعادلة الثانية، المعاملات متساوية، أحدهما موجب والآخر سالب، ونستطيع الحذف بعملية رياضية واحدة. الأفضل أن نحذف المتغير Y. إذن المعادلة الأولى تبقى على حالها، هي المعادلة 3X ناقصا 4Y تساوينا 12، والمعادلة الثانية رح نضربها في 2 بهذا الشكل. تصبح هذه المعادلة بعد الضرب في 2، 2 في 5 10X، 2 في 2Y 4Y، 2 في سالب، لاحظ 2 في سالب 6 سالب 12 بهذا الشكل. عملية الحذف موجب 4Y مع سالب 4Y بهذا الشكل، جمع جبري للناتج المتبقي، صار عندنا 13X، هنا ناتج صفر ما نحتاجه، الناتج يساوي أيضا الطرف الثاني موجب 12 وسالب 12، كان الناتج يساوي صفرا. بعد نقسم على معامل X لأنه أكبر من الواحد، راح الX تساوي لنا صفر على 13، صفر تقسيم عدد الناتج يساوي لنا صفر. أوجدنا قيمة المتغير X، نعوض قيمة X إما في المعادلة الأولى أو في المعادلة الثانية، أيهما أسهل الطالب؟ المعادلة الثانية هي الأسهل مع العلم، لاحظ وجود الإشارات السالبة في كلا الحالتين، نعوض في الأولى، نعوض قيمة X في المعادلة رقم 1، عن كل X راح نخلي مكانها صفر، صار عندنا 3 في صفر، والأفضل عملية التعويض تكون موجودة بهذا الترتيب، 3 في صفر ناقصا 4 في Y يساوي لنا 12، حتى نطبق عليها الملاحظات، 3 في صفر صفر ناقصا 4Y يساوي لنا 12. الصفر ما نحتاج ننقل للطرف الثاني لأنه العنصر المحايد، صار عندنا سالب 4Y تساوي لنا 12. معامل Y يحمل إشارة سالبة، لاحظ أصغر من الواحد، قسم على المعامل العددي، ومن أتهل Y تساوي لنا، الملاحظة هنا هي 12 على 4، والإشارة تعطى من الأفضل في البسط، أو الطالب يقسم موجب على سالب ويكتب الإشارة. هنا في العمليات الرياضية إذا كانت هناك إشارة مفردة، الأفضل أن الإشارة المفردة السالبة توضع أما في البسط أو أمام خط الكسر حتى الطالب ما يجهلها. بعد اختصار بين البسط والمقام، تقبلون القسمة على 4، راح نحصل أن الواي تساوي لنا سالب 3. بعدها نكتب مجموعة الحل، مجموعة الحل حرف S تساوي لنا قوس المجموعة، قوس الزوج المرتب، قيمة الاكس أولا صفر وسالب 3. يستطيع الطالب أيضا التعويض مباشرة في المعادلة، لاحظ التعويض هنا بهذا الترتيب، أقدر إشارة بسيطة للموضوع، قيمة الاكس صفر، 3 في صفر، عندنا هنا قيمة الواي هي سالب 3، حصل عندنا سالب 4 في سالب 3، سالب في سالب موجب، 4 في 3 12، التحقيق صحيح. طالب هناك طرق مبسطة يتمرن عليها من خلال قواعد الحل، أيضا هو تحقيق هو حل أيضا في نفس الوقت. هذا بالنسبة للمثال الثاني، هذا المثال مرة واحدة في الوزاري. ننتقل إلى المثال الآخر لأن هنا فيه ملاحظة ثانية. يلاحظ الطالب هنا إذا ضبط قواعد الحل ما يحتاج المثال الحل بسهولة وبأقل وقت. المثال رقم 3، المثال هو المعادلة الأولى ترقيمها، صار عندنا Y
ناقصا الاكس ناقصا 4 يساوي صفر. هذه المعادلة الأولى. المعادلة الثانية 3x ناقصا 2y زائدا 7 يساوي صفر. هذه المعادلة الثانية، عملية الترقيم. نلاحظ هنا المتغيرات، لاحظ تقديم وتأخير، فنحتاج عملية الترتيب، وبنفس الوقت أيضا نقدر بنفس الوقت عملية المساواة للمعاملات العددية. المعادلة الأولى نحتاج نضربها في 3 إذا نحذف المتغير x مع تغيير الإشارة، أو نضرب المعادلة الأولى في 2 لحذف المتغير y. الطريقتين صحيحات. الطريقتين طبقناها على المثال الأول، راح نحذف هنا x حتى الطالب يطلع على كل الطرق. نضرب المعادلة الأولى في 3. لاحظ الإشارة الثانية، الملاحظة هنا أن هنا الإشارة شنو عندي مال x موجبة، فراح أرتب وأضرب المعادلة الأولى في 3. في 3 المعادلة الأولى راح يصير ترتيبها بهذا الشكل، 3y ناقصا 3x، 3 في 4 12 يساوي صفر. المعادلة الثانية 3x موجبة، أرتبها هنا، 3x ناقصا 2y سالب 2y بهذا الترتيب زائدا 7 يساوي صفر. المعادلة الأولى احتاجت عملية ضرب، المعادلة الثانية احتاجت عملية ترتيب فقط بهذا الشكل. الحذف راح يصير بالنسبة للمتغير x، لاحظ مرة موجب مرة سالب. بالنسبة للمتغير y، موجب 3y ناقصا 2y، صار عندنا 1 وهي الإشارة للأكبر، ونطرح الصغير من الكبير. هنا الناتج صفر ما نحتاجه. أيضا الإشارة للأكبر سالبة، 12 يروح منها 7 5، الناتج يساوي صفر. هاي المعادلة من الدرجة الأولى، نجعل الأعداد في طرف والمتغيرات في الطرف الآخر. السبب المعادلة كان الطرف الثاني يساوي منها صفرا، فراح نقل العدد سالب 5 للجهة الأخرى، ومن أتى نحصل أن الواي تساوي لنا موجب 5. ما نحتاج العدد، واحد نقسم على المعامل. هنا استفاد من فكرة الترتيب وفكرة عملية النقل بدون عملية القسمة على المعامل العددي. نعوض قيمة واي في المعادلة الأولى، أفضل لأن هي تبدأ من حرف واي. نعوض قيمة y في المعادلة رقم 1 لنحصل على الناتج التالي. قيمة ال y هي 5، رسل لدينا 5 ناقصا ال x ناقصا ال 4 يساوي 0. بعدها عندنا جمع جبري للحدود المتشابهة ثم عملية النقل، والجهتين صحيحات. هذا طالب بالشكل التالي ينقل وبعدين يرتب، كل العمليات صحيحة. الأفضل رأس عددنا 5 موجبة، يروح من عندنا هنا سالب 4 يبقى عندنا الناتج 1، الإشارة للأكبر والفرق بينهما، ناقصا الإكس يساوي 0 بهذا الشكل. الطريقة السريعة أفضل أيضا ننقل سالب إكس للجهة الثانية. هناك طريقتين للحل، أوضحها بالشكل التالي. الطريقة اللي قلتها، راح بدل أن ننقل الأعداد ننقل المتغيرات. راح يصير عندنا الجواب أن الواحد يساوي لنا الإكس بخطوة واحدة. الطريقة الثانية طالب يتابع بهذا الشكل، أور سالب الإكس يساوي لنا سالب الواحد، على اعتبار هذا العدد موجب نقل الطرف الثاني يحمل إشارة سالب والإكس بقيها مكانها. نقسم على معامل الإكس أو نضرب المعادلة في سالب واحد، ومن أتى نحصل أن الإكس يساوي لنا موجب 1. هذه العملية احتاجت فقط عملية نقل وترتيب. هنا احتاجين عملية نقل إضافة إلى عملية الضرب. مجموعة الحل تكتب بهذا الشكل، الإس تساوي قوس المجموعة قوس الزوج المرتب، قيمة الإكس أولا ثم قيمة الواي ثانيا، 1 5. للتأكد من صحة الحل نقدر نطبق القيمتين في المعادلة الأولى مباشرة، وللسرعة قيمة الإكس 1
قيمة الواي 5 راح يصير عندنا 5 ناقص 1 ناقص 4 الناتج يساوي 0. طريقة جدا سهلة بالنسبة لعملية التحقيق. خطوات الحل: تقديم تأخير بالنسبة للمتغير X أو المتغير Y، على الطالب يقدم ويأخر يحصل على نفس النتائج، لكن مجموعة الحل يجب كتابتها حسب الترتيب. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.